بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم معنا القسم الثالث وهو أهمية التوحيد. الآن ندخل في القسم الرابع وهو شرح الأصول الثلاثة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. bunun aldıda biz tevhidin ahemiyetini yani tevhidin ögünüşünün muhimliğini ötüp kettik. Şuna hazır biz kitabın 4-cü kısmına yani 3 asas kısmına kelimiz. Naam. Ma hiye al-usul al-thalatha qulna? 3 asas nima biz nim dedik? Qanday dedik? Hiye bu bolsa as'alatu al-qabr. Qabrning savollari. As-su'al al-awwal. Birinchi savol. Man rabbuk? Rabbun kim? فلو سألك سؤال الآن هنا في الدنيا من ربك بماذا تجيب؟ أجل هذا سن برس بدنيا ده رب كم ده بصورة قناع جواب برسن؟ تقول ربي الله. سن جواب برب رب الله ليسن. الذي رباني ما معنى رباني؟ يعني هو الذي خلق ورزق خلق الخلق وأمدهم بالنعم. نعم. سن رب الله ومن التربية دي ده بدي سن ده التربية دي ديجن ما نسيمه التربية دي ديجن برنس خلق قلدي يعني يرطي إشكين سي رزق بادي. نعم هذه التربية يقوم بها البدن الخلق والرزق يعني بو تربيلاش عدم من بدنك قرطة بوضو عدم من بدنك قرطة بو تربيلاش يعني يرطيش همش نقل رزق بادي. هناك تربية أعلى من هذه التربية أن الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب هذه التربية. نعم لكن بنودن شمراق تربية با يعني الله تعالى بنودن شمراق أدم لاني تربية دي و تربية قيسو الله تعالى بيغمبر لاني كتاب لاني أبتب أدم لاني تربية دي بو شمراق تربية. ولا يوجد خالق إلا الله سبحانه وتعالى. الله تنباشتا هيش قنا بريرات كشي يوق. وإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الرب والمنفرد بتوحيد الربوبية وهو الخالق وهو الرازق لابد أن يعبد لا عبد غيره. نعم Şuna eğer Allah Teala perverdigarlıkta bir bolsa, yani fakat bir Allah Teala yaratkan bolsa, fakat bir Allah Teala rızık bergen bolsa, biz fakat Allah Teala'ya ibadet kılışımız gerek, başkalarına ibadet kılsa bulmaydı. Naam. Kezalik al-an, ila qila lak bima araftallah, ma hiya al-adilla ala wujudillah. Şunaqla eğer sendin birisi, qanda qılıp Allah Teala'nı tanıdın, qanda qılıp Allah'ını bildin dese, bunun delilleri qaysu. Taqul al-adilla kathira jiddan. Sen onunla cevap verip deyin ki bunun delilleri nahiyeti kök. وَلَا يُوجَدْ أَحَدْ مِنَ الْخَلْقِ إِلَّا وَيَعْرِفْ أَنَّهُ مَخْلُقْ عَبْدْ. Kandakla bir adam olsa, iki kandakla birisi olsa, özünün yaratılganlığını bilido. وَإِذَا كَانْ عَبْدْ لَابُدْ يَعْبُدْ الْخَالِقْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Eğer her kandak birisi yaratılgan olsa, özünün yaratkanlığa ibadet kılış lazım buldu. كُلْ مَنْ صَرَفْ اَيْ عِبَادَ لِغَيْرِ اللّٰهِ فَهُمْ مُشْرِكْ كَافِرْ كُفْرْ أَكْبَرْ. Şunun için her kandak ibadetini Allah'ın başka birisi gel birisi atap kıpkasa müşrik hem kafir buldu dedi. لَوْ مَرَّ فِي حَيَاتِ سَجَدْ لِغَيْرِ اللّٰهِ رَكَعْ لِغَيْرِ اللّٰهِ دَعَى غَيْرَ اللّٰهِ فِي مَلَا اَقْدِرْ عَلَيْهِ اللّٰهِ هَذَا وَالْكُفْرُ الْأَكْبَرِ. Hatta mesela ömründe bir kıtım Allah Teala'nın başka birisi gel secde kılan bulsa ya ki Allah Teala'nın başka birisi gel başka birisinin medet tirgen bulsa bu bulsa çün kufr. Nعم lakin muhim cidden an na'rif annena لسنا أهل لإطلاق الأحكام على الأشخاص يعني لا يمكن أن أقول فلان كافر فلان فاسق فلان مشرك لا هذا ليس لي أنا هذا لكبار العلماء للقضاء الشرعي نحن الآن نريد أن نتعلم الحكم على الأفعال أما الحكم على الأشخاص الحكم على الفاعل هذا نرجع فيه إلى كبار العلماء كفروا كفرنا توقفوا توقفنا. نعم همش نقل بيا دنايت بالمهم مسألة بار بس هذا بيجن واتقنا مس İşlerinin hükmünü uygun vatımız. Yani burada kısa kanak buldu, bu iş kanak, bu iş kanak da işlerinin hükmünü uygun vatımız. Biz aşu işlerinin kılvatkanla doğruluk hiç neyse demedi o dedi. Yani bu işini kıpkakan adam kapır mı, muşrik mi? Mesela palanı kapır, pukunu kapır diyen mesele bu bizge emez dedi. Bu meselelerin çoğun alımla yaşıdı. Şunakla şeriatlik kazıyla yaşıdı dedi. Bu meselelerin biz yaşamayız dedi. Ya, vallahi aleyküm. Allah'a yakışı bir güçlü.